كوبايتين وربع من الدقيق، واتنين معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وثلاث معالق كبار من السكر، وبيضة، ومكعب من الزبدة الدايبة، رشة ملح، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وزيت غزير للقلي، وفي الآخر هنستخدم سكر وقرفة علشان لما يطلعوا من على الطاسة على طول هننزل بيهم. بصوا بقى، أنا بس عايزة أبص كده، بص على الزيت بتاعي. طيب زي الفل. بصوا بقى، أنا حبيت علشان ما نضيعش وقت، إحنا امبارح عملنا مع بعض توست وعجننا مع بعض، وقبل كده عملنا حلقة كمان عن العجينة. مش دايما خلوني معلش اوريكم العجينه والستبس بتاعتها، لان يعني مش عايزين نضيع وقت الحلقه. المهم ان انا ببقى عايزه اوصل لكم فكره معينه، فكره التشكيل. العجينه عملنا عجين قبل كده وعجننا قبل كده وعرفنا بتتعجن بالايد ازاي، وكتير ما تستعجلوش، هنعمل حلقات كتير ان شاء الله، وانتوا طلبتوا حاجات كتير قوي ان شاء الله كل الكلام ده هنعمله خلاص. بس خلوني النهارده اقول لكم بس كده، حبيت ان انا اقول لكم على مقادير العجينه، وهقول لكم ازاي نشكلها بايدينا بطريقه سهله بسيطه. عايزه اقول لك على حاجه، لو عايزه تستخدمي نفس عجينه امبارح براحتك، المهم ان انا عايزه اوصل لك النهارده ازاي نعمل التويستد دوناتس اللي بنشوفه بره، وكمان ده بيكون على الطريقه الكوريه، بتبقى طريقته لذيذه قوي. يلا بينا نعتبر ان احنا عجننا العجينه بتاعتنا كويس قوي، سيبنا العجينه تخمر. بعد ما خمرت معايا انا خدت العجينه بتاعتي، نتخيل كده تاني مع بعض، هقول لكم تاني معلش. عجنت العجينه، هاخدها هحطها في بوله، هغطيها بستريتش، اسيبها تخمر، وبعد كده هاخد العجينه، وبصوا بصوا بصوا، هقسمها لكرات بالشكل ده، اسيبها ترتاح شويه، لازم نسيب العجينه ترتاح شويه. وتعالوا بينا نشوف هنشكلها ازاي مع بعض. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين كرات اصغر من كده، يا ريت هي دي كرات كبيره شويه، بس ايه مش مشكله. طيب لما نيجي في وصفه التويستد دوناتس او اي وصفه هنحتاج ان احنا نرول العجينه او نرول اللي هي نلفها خلاص على الرخامه بتاعتنا، ما نحطش دقيق تحتها. ليه؟ الدقيق ده قلت لكم قبل كده ده هيعوق ايدي شويه وهيمنع العجينه ان هي تلف معايا. هنلف عجينه زي، هقول لكم على حاجه، زي البقسماط مثلا او الباتون ساليه، ما ينفعش ابدا ان احنا نستخدم دقيق، مش هتلاقوا ابدا ان هو بيتفرد بدقيق خالص. ليه؟ الدقيق ده هيتنشن معاكي العجينه شويه، وهيفضل ايه العجينه بتتزحلق معاكي خلاص. بالراحه بقى، بالراحه، زي ما قلت لك عجنه العجينه كويس وملتزمه بالمقادير بتاعتك، اتعاملي معاها براحتك خلاص. معجونه كويس عادي، هتاخد وتدي معاكي كده وهتبقى حلوه قوي. طيب انا دلوقتي اهي فردتها اهي خلاص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هاجي من عند الطرفين دول اهو، ايدي على الطرف ده وايدي الثانيه على الطرف ده، وهعكس كده الاثنين مع بعض اهو، هرجعها تاني واهو، اجيب اخرها في اللف اهو. بصوا بصوا كده 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 كده، وهمسكها من الطرفين. بصوا بصوا، اوعى اتلفت لوحدها ماشي اهي، اكمل باقي لفتها. حاضر، اكمل باقي لفتها. تيجي نعمل واحده تاني؟ يلا اهي. اهم حاجه بس الطرفين يتقفلوا، دايما بقول لكم اي حاجه فيها اطراف بتتقفل. انا بس عايزه ابعد الزيت لانه سخن بزياده، عشان ايه ما نتحمرش كلنا النهارده خلاص. اي حاجه فيها قفل كده لازم نثبته كويس قوي علشان ما تتفتحش معانا. ليه؟ لان العجينه دي حجمها هيتضاعف مرتين، مره وهي بتخمر والمره الثانيه وهي بتستوي. تعالوا بينا نعمل مع بعض واحده تاني. هاخد اول كوره اهو خلاص، نحطه بس ده هنا كده خلاص. يلا بينا نعمل واحده تاني. بصوا بقى، اول حاجه احاول، هي دي مختمره زياده عن اللزوم، ودايما بقول لكم ما نقفورش قوي في تخمير العجينه، مختمره زياده عن اللزوم. فانا هعمل ايه؟ بالحته كده ببطن ايدي اهبطها سنه. ليه؟ علشان وانا بلفها كده تتلف معايا اهي، لكن طول ما فيها هوا مش هتتلف معايا. زي فكره البقسماط، احنا ما عملناش مع بعض البقسماط قبل كده، هنعمله مع بعض، طلبتوه مني على فكره، إيه هو والباتون سالي، هنعمله حاضر مع بعض. بصوا اهو، انا بس ايه احاول لما الاقي كده حته معصلجه معايا شويه اهبط الهواء اللي فيها اهي اهي خلاص.
طيب كده خلاص اهو، يلا نعمل مع بعض واحده تاني اهو. احنا اصلا بنعمل واحده تاني، ايه اللي انا بقوله ده؟ انا قصدي يعني نلفها كده مع بعض. نعمل اهو، بصوا اهو الطرفين اهو كده، كل ايد عكس التانية كده 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 ماشي. وبعد كده بقى بصوا بقى، اوعى. لا لا حلوه. انا وجبت، انا عايزه اعملها تاني. خلاص. شوفوا بقى، بصوا بقى الاطراف، هاجي بقى على الطرف ده يتقفل كويس قوي ارجوكوا. ليه؟ علشان ما تتفتحش معاكوا اهي. وهو ده التويست الدوناتس اللي بيتباع بكتير، مش عارفه ليه بصراحه اهو. يلا بقى ننقل بيه كده، ايه، ننقله على الصاج بتاعنا اهو. طيب انا عايزه اختبر في شويه دقيق كده، كنت عايزه اختبر بيهم الزيت. طيب واحنا بنشكل كده، انا نعتبر ان احنا شكلنا صاج، هشكل لكم تاني، نعتبر ان احنا شكلنا صاج واختمر معايا اهو. بصوا شايفين، عايزه اقول على حاجه برضو بخصوص الاختمار، اختمار العجينه اهي. ليه انا حطها على ورقه؟ العجينه وهي مختمره بتبقى حساسه قوي. يعني ايه؟ يعني انا لو مش حطها على ورقه واجي اشيلها كده وهتعصلب معايا شويه، ممكن من غير ما اقصد تهبط معايا. فالورقه بتساعد ان انا اشيلها. تمام، هقلبها كده ايه، ما بس حاضر يعني ايه، الدنيا تهدى شويه كده عشان الوضع مش بسم الله اهو. تمام، انا بس هديت النار شويه، هديت قصدي حراره الزيت شويه، علشان النار العاليه مش مطلوبه، علشان انا عايزه العجينه تستوي معايا. بصوا اهي على ايد كده اهو ماشي. وهقلبه كده على الايد التانيه بالراحه. عايزه على فكره تنزلي بيه في بورق الزبده في الزيت عادي، مش مشكله، هو هيفصل لوحده. بسم الله. وهرجع كده خلاص، حاسه ان الزيت كده درجه حرارته هديت شويه. ممكن بس اوريكم، تخيلوا كده معايا، لو احنا مش حاطينها على ورق زبده والعجينه مختمره ومليانه هوا، هاجي بقى ايه احاول اشيلها كده. بصوا بصوا، تعالوا كده نبص على الصاج مع بعض اهي. بصوا شايفين لازقه ازاي ومعصلجه معايا ازاي؟ انا كده عماله هبط فيها وهبوظ شكلها من تحت. بصوا ايدي هتعلم فيها من تحت، البصمات ايدي خلاص. وخصوصا لو انت لسه يعني ايه مش متمكنه شويه، دي هتبقى اسلم طريقه ليكي. حاضر خلاص، النار هتبقى وسط، زيت يكون غزير، النار ما تكونش هاديه علشان ما يشربش زيت، وكمان النار ما تكونش عاليه علشان ما تاخدش لون حلو من بره وتبقى معجنه من جوه والعجينه دي ما تشربش زيت. خلاص، عايزه اقول على حاجه تاني، ما نكترش قوي واحنا بنحط اي حاجه في الزيت. ليه؟ مش عايزين نهبط درجه حراره الزيت. يعني كل ما نحط حاجات كتيره كده في الزيت مره واحده خلاص. لا هو ما لزقوش بس، بس هما ما لزقوش، لا هما بس الله ايه الرخامه دي، هما عشان تويستد ملفوفين. لا بقى عيب، احنا على الهوا في البيت عادي، لكن طبعا ما حد يدخل يثبتهم معايا بس. بس الحمد لله، خليكم بقى اثبتوا. تعالوا كده نعمل مع بعض واحده تاني، ايه رايكم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده، بصوا شايفين لما سبت العجينه كده دي شويه، الحته دي شويه اتكون فيها هوا خلاص اهو. يلا همسك الطرف ده والطرف ده وارول، الف كده، الف كل ايد عكس التانيه اهو خلاص ماشي. واروح بقى ايه، اوه اهي بتتلف لوحدها، انا حبيتها قوي ياسمين، انا حبيتها قوي. ممكن ما نعملش الوصفه الثالثه وابدا يعني واكمل الصوت كده؟ شفتوا شايفين سهله ازاي وبسيطه؟ كملت تحمير باقي كل الكميه، بس انا بصراحه في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها قبل ما نروح الفاصل، بس كان لازم بصراحه، ما ينفعش ان انا استناكم فيها، انا اسفه. ان مجرد ما تطلع من وهي سخنه من الزيت خلاص، ثواني استنوها، واستنوا بس عليها ثانيتين كده ونزلوها في السكر والقرفه، شويه سكر وشويه قرفه وهتبقى كده. فانا جماعه الصوت خلاص، ف
انا حطيتهم كده وهم سخنين في خليط السكر والقرفه، وفكرت بقى في تقديمه ظريفه لذيذه كده. بصوا بس حد يضحك عليا، حاسه ان شكلي مضحك مضحك. ايه ده، الواحد هنا بيضحك. ايه رايكم؟ شوفوا تتقدم كده بالطريقه دي لو عندكم مثلا عيد ميلاد. بلاش ضيوف عشان عشان يعني حدش يضحك عليكم. بلاش تتقدم للضيوف كده، بس والله كده احلى. اقول لكم ليه؟ لان هي لو اتمسكت كده يعني، بصوا لو مسكناها كده هتبقى بقى ايه بقى، بهدله بقى، واحنا بناكل بقى وبتاع طب ليه البهدله دي وتنقط وبتاع لكن هي انسب حاجه كده. ايه اتفضل اتفضلي يا طنط اتفضلي كده، يعني هتبقى ايه ظريفه اهي اهي، حلوه قوي قوي. دي طريقه كده للتقديم تحفه، من الحاجات اللي فعلا سهله جدا جدا. انا خلصت كده باقي الكميه احطها بس هنا كده، انا شويه هقدمهم بعواتشيش وشويه كده ساده. خلاص عايزه اقول على حاجه، معلش انا نسيت ان انا اقولها. وانتوا لما تسيبوه لما تشكلوها وتسيبوها تخمر، ما تقفروش قوي في فتره تخميرها. يعني ايه؟ يعني ما تسيبوهاش تخمر بقى وتقولوا ايوه بقى عشان بقى تخمر وحجمها يتضاعف بقى وتبقى كبيره وحلوه، لا. ايه اللي هيحصل؟ هتفك من بعضها، والشكل الحلو بتاعها ده هتفقد الشكل الحلو بتاعها. ليه؟ لان هي هتبقى في الحاله دي اختمرت زياده عن اللزوم، فالشكل ده هي بالظبط يا ياسمينة صح، يعني ياسمين بتقول ملامحها فعلا مش هتبقى باينه خلاص، والاطراف كمان ممكن تفك من بعضها. فاي حاجه، اي فطاير، اي حاجه عندك متشكله تشكيل معين، بلاش نسيبها تخمر زياده عن اللزوم، مش الشكل ده بس خلاص.